ماذا أقول في حقك، وأنا أودعك الوداع الأخير يا رفيقا عز نظيرك، ويا صديقا صدوقا. من عظماء المغرب يغادرنا اليوم، ومناضل وطني تقدمي ديمقراطي يفقده حزبه اليوم، ولذلك نشعر بألم كبير. وهذه القمة الهائلة تغادر إلى دار البقاء، فإن خالد النصيري من طينة المناضلين الكبار، خالد النصيري من الذين بصموا التاريخ المعاصر المغربي، وبصموا أيضا تاريخ حزب التقدم والاشتراكية منذ عقود من الزمن. خالد النصيري منذ السنوات الأولى من شبابه في الستينيات من القرن الماضي التحق بحزب التقدم والاشتراكية منذ ذلك الحين، وهو في الواجهة وفي الصفوف الأمامية يناضل من أجل الوطن، ويناضل من أجل استقلال هذا الوطن، ويناضل من أجل الوحدة الترابية، ويناضل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، ويناضل من أجل إقرار العدالة الاجتماعية في هذا البلد السعيد. هكذا كان سي خالد النصيري، لامع في كل الواجهات، في واجهة العمل السياسي، كما في واجهة الترافع القانوني، حيث كان محاميا بارزا يدافع في القضايا الكبرى المتعلقة بحقوق الإنسان. كان قلما رائعا متميزا بصم صحافة حزب التقدم والاشتراكية، وكان له مسار هائل على هذا المستوى إلى أن تحمل مسؤولية وزارة الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. خالد النصيري مناضل حقوقي غيور، ساهم في إنشاء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وخالد النصيري كانت له آثار أساسية في التحول الذي عرفه حزب التقدم والاشتراكية في تأقلمه مع الواقع المغربي. هكذا كان خالد النصيري، وشخصيا أفقد فيه أخا ورفيقا وصديقا، عملنا معا، نضلنا معا، كافحنا معا، واليوم سنحاول في حزب التقدم والاشتراكية أن نكون أوفياء لكل ما أعطاه، وأوفياء لقيمه وأخلاقه ومبادئه وتوجهاته، وسنكون إلى جانب أسرته الصغيرة حاملين لكل ما كرس له حياته من أجل الدفاع عنه رحمة الله عليه. نودع اليوم أب ورجل دولة عظيم، من نكران للذات ومن طيبوبة ومن كاريزما ومن حنان ومن حب، نودعه. والحاجة الوحيدة اللي نقدر نقول هو بالنسبة لنا واجب نتابع العمل دياله، سواء العمل النضالي ولا العمل الإنساني، نتابع النضال دياله باش يبقى الروح دياله بيننا في أطول ما يمكن. نشيع جثمان الراحل الأستاذ خالد النصيري اليوم، الذي وافته المنية مساء أمس بعد معاناة مع المرض الذي لم ينفع معه علاج. وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم لأسرته الكبيرة السياسية، ولأسرته الصغيرة، ولأصدقائه بأحر التعازي، متمنيين أن يتغمده الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته، ونستحضر مساره الحافل، مساره الأكاديمي والسياسي والحقوقي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الراحل الأستاذ خالد النصيري رجل دولة بامتياز، رجل كبير خدم المغرب وكان وطني، كان عنده واحد الغيرة وطنية عالية جدا. لكي يميزه أكثر هو أنه رجل حوار، واخا كتختلف معاه، واخا كتكون معاه نقاط احتكاك، لأنه كان دائما يثير وكيفضل الحوار والتفاهم وتفاهم الآخر، ودار بأدوار عديدة
في تاريخ السياسة الوطنية وفي تاريخ البلاد. واليوم توفى في هذا الشهر الفضيل في رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى يغفر ليه ويرحمه ويغفر ويرحم جميع موتى المسلمين. والموت في رمضان لا شك أنه الله سبحانه وتعالى غادي يضرب عين الرحمة ويغفر لي ويغفر لنا جميعا. نسأل الله أن يجعلنا في هذا الشهر الفضيل نخرج منه مغفورا لنا، ما عتاقنا رقابنا قد عتقت من النار إن شاء الله. نسأل الله يتقبل من الجميع. باسم حزب الشور الاستقلال أعزي أفراد أسرة المرحوم السي الناصري الوزير المقتدر الذي قاد الوزارة باقتدار، وكذلك جميع المسؤوليات التي تحملها. كان يعني رجل نزيه، رجل خلوق يستمع إلى الجميع، رجل كما كان لا زال لم يتغير، كان محبوب لدى الجميع. ففي فقدان خسارة، ولكن هذا قدر مقدورة. لا يسعنا إلا أن نقول ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما توفي له أصغر الأبناء المسمى إبراهيم، قال: عين تدمع وقلب يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. اللهم ارحمه وندعو له بالمغفرة والرحمة، وأن يلهم كافة أفراد أسرته جميل الصبر وحسن العزاء، وكذا رفاقه في الحزب. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إنا لله وإنا إليه راجعون.